نهاركم ابيض بخطين حمر بلون تي شيرت نادي الزمالك. حلقه الاحد 13 مارس هنكون معاكم ان شاء الله كالعاده على مدار ساعه ونص. نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم رسميا ودون انتظار. مفيش اي هدايا، كنا مستنيين ان يحصل في الامور امور، وده قلنا امبارح ان احنا خلاص مفيش حاجه على الورق. كرهنا الورق وكرهنا حزبه بيرما اللي دايما بنخش فيها في ولاعيبتنا هي سبب كبير جدا في اللي حصل ده. الزمالك يودع منافسات دوري ابطال افريقيا من الجوله الرابعه لدور المجموعات بعد فوز طبعا بترو اتلتيكو امبارح. فريق مجتهد، فريق طموح، امبارح كسب ساجرادا بثلاثيه نظيفه، مبروك طبعا ليهم التاهل. وحاجه مهمه جدا برضو مبروك لنادي الوداد الشقيق، نادي الوداد المغربي، وداد الامه، بنقول لهم مبروك. وقلت امبارح ان لاعبتهم احترموا التيشيرت اللي هم لابسينه ويستحقوا الصعود، بنبارك لهم وبنبارك طبعا لجمهور الوداد العظيم، وبالتوفيق بقى في اللي جاي ليهم ولينا احنا كمان. وعايزين كده فريقنا ان شاء الله كده يستفيق ونرجع نحاول نرجع هيبه نادي الزمالك الافريقيه. لينا كلام كتير جدا ورسائل كتير جدا هنقولها النهارده، بس في البدايه ارحب بزميلتي العزيزه انجي. نهارك ابيض يا انجي. نهارك ابيض يا احمد، ونهاركم ابيض جميعا. على فكره يا احمد برضو حابه اقول لك على حاجه، انا توقعت امبارح بعد نهايه ماتشاتنا تاهل لبترو، لانه في فرق كده يا احمد ربنا لما بيديها الفرصه ما بتفرطش فيها، بيبقى مستحيل انها تفرط فيها وبتمسك فيها بايديها واسنانها. بترو اتلتيكو عارف ده كويس، عارف انه صعب جدا الفرصه دي تتكرر معاه مره ثانيه. تخيلوا كده المجموعه الرابعه الوحيده من ضمن كل مجموعات دوري ابطال افريقيا اللي تم الاعلان فيها عن الفريقين اللي وصلوا الدور ربع النهائي. هي برضو كانت يمكن المجموعه الوحيده اللي الكل توقع عنها قبل ما تتلعب اصلا تاهل الزمالك مع الوداد، لكن الكوره يا جماعه زي ما انتم شايفين في الاخر ملهاش كبير، اللي بيتعالى عليها وبيتخاذل وبيضمنها من الاخر لازم يتعاقب في النهايه. عارفين انا لو من اداره مثلا نادي الزمالك والله اجيب جدول ترتيب الفرق واطبعه واحطه جوه اوض اللعيبه عشان يحسوا، عشان يعرفوا اسم الزمالك ويبقى عندهم غيره شويه على وضع على وضعهم ووضع الزمالك. الزمالك باسمه الكبير، الزمالك باسمه العريق والمرشح بشكل مستمر من كل دول افريقيا في اي بطوله بيشارك فيها. احنا لو عندنا وقت هنا في البرنامج والله احنا وفريق الاعداد كان ممكن نجيب كل مانشيتات صحف الفرق المشاركه في دوري الابطال الموسم ده قبل ما البطوله تبدا. شوفوا وقتها الترشيحات كانت بتقول ايه، هتلاقوا ان الزمالك كان من اول ثلاث فرق مرشحه للبطوله، طبعا للبطوله دي وباسمه وبتاريخه الكبير، طبعا بصفته حامل اللقب البطوله خمس مرات، حامل لقب بطوله الدوري المصري كمان الموسم اللي فات اللي احنا قلنا قبل كده انها البطوله المحليه الأقوى في القارة. تخيلوا كده معايا ان الزمالك بيخرج بالشكل ده وبيخسر في استاد القاهره للمره الثالثه في سنتين، يعني المره الاولى في نهائي افريقيا نهائي القرن ماتش الاهلي قلنا معلش، قلنا خرجنا يعني قلنا ساعتها وقتها قعدنا نشيد باللعيبه، قلنا ان كان في ظروف خارجه عن الاراده وقتها، وقعدنا نلاقي مبررات واسباب كتير للعيبه ومحدش هاجمهم اطلاقا. محدش هاجم لعيبه الزمالك وقتها نهائيا. قلنا خلاص كنا الافضل ولكن ربنا ما وفقناش وده نصيب ونعوض في اللي جاي ان شاء الله. لكن تخسر بعدها من الترجي في البطوله اللي فاتت، واول امبارح تخسر من الوداد على ارضك. من امتى الزمالك بيخسر في استاد القاهره؟ من امتى الزمالك بيخسر في ارضه اساسا من اي فريق عربي او افريقي ايا يعني ايا كان، حتى لو فريق مهم؟ من امتى ده بيحصل مع الزمالك؟ يعني انتوا شايفين ان اللي حصل ده حاجه منطقيه؟ هل شايفين ان اللي حصل ده امر طبيعي، ان الزمالك بتاريخه الكبير وتاريخه العظيم ان هو يخرج بالشكل ده ومن الجوله الرابعه وقبل كل المرشحين؟ شايف ان ده طبيعي يا احمد؟ ده مش طبيعي، وعشان بس الناس تكون فاهمه احنا بنتكلم مش عشان بس احنا داخلين خلاص، احنا لعيبه الزمالك تكون فاهمه ان احنا فاتحين النار عليهم بقى وان احنا خلاص، لا الفكره كلها احنا عملنا اللي علينا كاعلام وكجماهير، واحنا هنا في قناة الزمالك في كل برامجها احنا بننقل نبض الشارع الزمالكاوي، جمهور نادي الزمالك. كمان احنا برنامج على فكرة هدفه الاول ان احنا بننقل الصورة الحقيقية للجمهور ده اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا، بنقابله في الشارع. في فقرة كده عندنا في البرنامج اسمها الشارع الابيض ونبض 100 عقبة. لا يمكن يكون الشارع الزمالكاوي
في حالة من الغضب الكبير جدا من اللي حصل من اللعيبة، ونطلع نقول معلش؟ لا، دي ما فيهاش معلش، ما فيش اي مبرر اصلا. انت حرفيا مش لاقي اي سبب منطقي ان فريق بحجم واسم نادي الزمالك يكون كده من المودعين للبطولة. يعني بطولة انت كنت محقق فيها رقم قياسي لحد اخر بطولة انت خدتها، انت واخد البطولة دي بدل المرة 5، وللأسف بقالك 20 سنة. للعيبة بقى اللي بتتكلم عن ارقام وبتتكلم عن عقود وبتتكلم عن فلوس، انت ما جيتش غيرت اللي ما حدش عرف يعمله، او جيت عملت اللي ما حدش عرف يعمله. بقالنا 20 سنة ما خدناش البطولة دي، وساعتها من 20 سنة في 2002-2003 انت كنت اكتر فريق واخد البطولة دي، كنت واخدها 5 مرات. فاللعيب اللي يطلب بقلب كده ويبقى ليه عين ان هو يطلب ارقام خزعبلية مفيش حد بياخدها، والله في اندية في اوروبا ما بتدفعش الارقام دي. يعني الفرق اللي اتأكد خروجها انت دلوقتي بقت زيك زي الفريق الانجولي ساجرادا اللي اول مرة اصلا يشترك، فريق اسمه جالاكسي من بوتسوانا نفس الامر، فريق خرج فانت معاهم. لكن كل الفرق ليها فرص، ليها فرص. تخيلوا كل الفرق في ال4 مجموعات ليهم فرص ان هم يصعدوا. يمكن في 3 فرق بس اللي هو تأكد صعودهم، بترو اتلتيكو طبعا الانجولي، وفريق الوداد المغربي، وفريق صن داونز الجنوب افريقي. ففي حاجه، في امر بيبقى اسمه ايه، ده شيء طبيعي، وفي حاجه تانية اسمها مفاجاه او حاجه غير متوقعه. يعني ده ما فيهوش اي شيء واقعي خالص، اللي حصل لنا ده مفاجاه، ومفاجاه غير متوقعه، واحنا السبب فيها ولاعيبتنا هم السبب فيها. لازم احساس الغضب الكبير في الشارع الزملكاوي يوصل، ويوصل من منبرنا ده، يوصل من قناه الزمالك، القناه اللي هي ملك الجمهور نادي الزمالك وبتتكلم بلسان جمهور نادي الزمالك. لما يبقى جمهور الزمالك قاعد امبارح، يعني كل جمهور نادي الزمالك بيتشعبط في قشايه زي ما بيتقال كده، مستني السجرادة يتعادل ولا يكسب بترو اتلتيكو. يعني عارف برضو اللي هو ايه، جمهور نادي الزمالك مكمل، جمهور نادي الزمالك في ظهر الكيان، في ظهر كلمة الزمالك، دايما دعم اللعيبة، دعم كتير جدا لعيبة نادي الزمالك. لكن ساعة الغضب تتحمل جمهورك زي ما سقفلك، زي ما هيهاجمك، تتقبل في الحالة دي وفي الحالة دي. لكن الجمهور ما عندهوش اي حسبة ولا معادلة تانية غير ان هو في ظهر الكيان، في ظهر نادي الزمالك. انا عايز اقول كده ان لعيبة نادي الزمالك كده لما يبصوا على الموقف اللي هم فيه، ويبصوا على جمهورهم، يشوفوا قد ايه هم يعني هان عليهم جمهورهم. يعني بدل ما تبقى كل مفاتيح اللعبة في ايدك في ان انت تلعب وتكسب اول ماتشين، ماتش على ارضك تكسبه، ماتش خارج ارضك على الاقل كده انت فريق كبير بتتعادل وبتكسب خارج ارضك. ده حتى في البطولة اللي فاتت اللي انت طلعت منها برضو، انت كسبت مولودية الجزائر في ارضه، وتعادلت مع سجرادة خارج ارضه، فانت المفترض اي ماتش على ارضك انت تكسبه. يعني انت مستني ايه من فريق في المركز 7 ولا 8 في الدوري الانجولي ان هو يعني ينافس؟ لا، مش هينافس. فانت ما ينفعش تقارن نفسك بده، او انت تبقى في نفس الموقف اللي فيه ده. عايز اقول برضو ان ترشيحات الفوز بالبطولة لو اي حد بص عليها هيلاقيها كانت منحصرة بين قطبي مصر، وده امر طبيعي ووارد وكل الناس في كل الدول العربية شايفاه، وقطبي المغرب فريق الوداد وفريق الرجاء، زائد كمان الترجي وصن داونز، هما دول الفرق اللي مفيش اي اسم تاني بيزيد عليهم. وطبعا شباب بلوزداد عامل نسخة برضو ماضية كويسة جدا. فتلاقي ان الفرق كلها بتجتهد وعندها من الدافع ان هي تحقق حاجة، مش كده ولا ايه يا انجي؟
مش كده موضوع صعب والله، موضوع صعب وعايز اقول لك موضوع صعب وفي كلام كتير الواحد بيبقى عايز يقوله. والله والله يا احمد بص اقول لك على حاجه، انت زي ما انت قلت، انت عجبني جدا اللي قلته، فكره ان احنا بننقل رد فعل الشارع الابيض الزملكاوي. احنا مش طالعين بنهاجم اللعيبه ولا طالعين بنهدم المعبد، بس احنا ما ينفعش يكون في حاله غضب عارمه في الشارع الزملكاوي واحنا ما نطلعش ننقل دوت للعيبه، عشان اللعيبه تستفيق زي ما احمد قال، عشان اللعيبه تفوق، عشان اللعيبه تحس بالوضع اللي احنا فيه وتحس بغضب الجماهير. واللي على فكره واضح جدا كمان ان مجلس اداره النادي برضو بينقل حاله الغضب الشديد اللي موجود في الشارع الزملكاوي. شارع الزملكاوي الحقيقه مش مستوعب لحد دلوقتي يعني ايه فريقه بطل الدوري المصري الموسم اللي فات يخرج بالشكل ده مع فرق يعني عمرها ما فكرت انها تشارك في دوري الابطال حتى في البلاي ستيشن. يعني قلنا قبل كده وبنكرر انه اي رد فعل من عقوبات او اي قرارات من اداره النادي احنا هنا بندعمها. احنا عملنا حملات دعم للعيبه الزمالك بدل المره 1000، حطوا لي مليون خط تحت حملات دعم. قعدنا هنا كل قبل كل مباراه فاصله وقبل كل مباراه مهمه، قعدنا قبلها باسبوع ندعم في اللعيبه وندعم في الفريق ونقول انتوا قدها وانتوا ان شاء الله هتشرفونا وانتوا ان شاء الله رجاله وان شاء الله هتقدروا تفوزوا. فاحنا دلوقتي زي ما كنا بنطلع ندعم، احنا واجبنا ان احنا ننقل رد فعل شارع الزملكاوي. لازم نتكلم عن الناس حاسه بايه. طبعا اللي جاي نتمنى ان الفريق ان شاء الله انه يكون افضل، وبنتمنى ان الدنيا تتحسن الفتره اللي جايه. ومطلوب من اللعيبه الحقيقه في الفتره اللي جايه يعني انتوا اللي في ايديكم كل حاجه دلوقتي، انتوا اللي مطلوب ان انتوا تغيروا الصوره، مطلوب ان انتوا تعرفوا ان الجمهور زعلان، جمهوركم زعلان، زعلان على اسم كيان عملاق، واحد من اكبر الكيانات الرياضيه في الشرق الاوسط، بيخرج من الجوله الرابعه في مجموعه هو اكبر وافضل فريق فيها على الورق. زي ما قلنا، زي ما قلنا ان اللعيبه يا احمد هي اللي في ايديها ان هي تصالح جمهورها، هي اللي في ايديها انها تراجع الثقه. دلوقتي احنا ما فيش في ايدينا اي حاجه غير اللعيبه، هي اللي في ايديها ان هي تصلح الوضع اللي هي عملته. ده حقيقي. وعايز اقول حاجه كده يا جماعه برضو استكمالا لكلام انجي، انت في مجموعات في دوري الابطال، المجموعات دي مجموع الالقاب لهذه البطوله في المجموعه مثلا معينه، انا مش هقول اي اسم لاي فريق، لكن في كده مجموعات الفرق اللي فيها مش واخده القاب قد نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك واخد البطوله 5 مرات، بتحسب كده عدد الفرق، 4 فرق مثلا في كل مجموعه مش واخدين البطوله لقد نادي الزمالك 5 مرات. فعايز اقول على العموم كده احنا في انتظار التعويض، يعني خلاص الكلام كتير جدا وخلاص قتل بحثا في ان احنا نتكلم ونعيد ونزيد في الحاجات دي. خلاص احنا شفنا اللي حصل، وعايزين كمان من اللعيبه ان هي المطلوب منها ان هي تعوض، وتعوض بجديه، تعوض في ارض الملعب، تعوض برجوله، تعوض بمسؤوليه. لعيبه نادي الزمالك مطلوب منهم ده كله. مش معقول ان يبقى الفرقه. وفي حاجه كمان يا جماعه برضو امبارح يعني الكابتن طارق يحيى اتكلم فيها، اللعيبه طالبه ارقام خزعبليه، يعني مفيش كده، لعيبه كلها شلناها على كتفنا، شلناها فوق راسنا، لكن في الاخر تلاقي لعيب بيتعرض عليه مبلغ كبير جدا ولا بيفكر، لعيب بيقول له في التفاوض انت الدنيا فيها ايه في التفاوض، تلاقي اللعيب طلب رقم كبير جدا. ففي لعيبه في اتلانتا اللي يعني بالمناسبه اتلانتا مثلا في الدوري الايطالي عامل نتائج كبيره جدا، والله العظيم في لعيبه في اتلانتا في الدوري الايطالي الارقام اللي احنا سمعناها دي ما بياخدوش نصها، ما بياخدوش نصها. لعيبه في المنافسه دلوقتي في دوري ابطال افريقيا، في دوري ابطال افريقيا بقى مش هنبعد ونروح لاوروبا، في لعيبه في فرق كبيره ما بيتعداش العقد بتاعهم في الموسم الواحد 300,000 دولار و400,000 دولار. انت هنا عايز 1.5 مليون دولار، وانت يعني ما فيش الارقام اللي تخلي الزمالك او تخلي اي فريق يدفع لك الارقام دي. على العموم احنا مستنيين التعويض من نادي الزمالك، عايزين تعويض لجمهوركم، عايزين اللعيبه تستفيق، وباذن الله الفتره اللي جايه نشوف ده، نشوف الفترة الصعبة دي لنادي الزمالك يبقى في تعويض لجمهوره الكبير،
لان ده واجب عليكم والمأمورية صعبة على الجمهور ان هو مستحمل ومكمل في الدعم، والمسؤولية اصعب على اللعيبة لكي يستفيقوا من هذا النفق المظلم. يعني خليني اقول لك على حاجه يا احمد برضه عشان الجمهور يبقى مدرك برضه اللي احنا فيه، انه التعويض ده يا جماعه مش هيجي بين يوم وليله، الامور مش هتتحل والازمه اللي احنا فيها دي مش هنتخطاها بين يوم وليله، الموضوع طويل، الموضوع محتاج اعاده بناء عاجله ومطلوبه وتكون من الداخل زي ما قلنا، اللعيبه هم نفسهم محتاجين يفوقوا، محتاجين يشوفوا مشاكلهم ويحلوها، ده لو حابين ان هم يحلوها وحابين ان هم يرجعوا يثبتوا نفسهم مره ثانيه للجماهير. كمان بقى في حاجه حابه اتكلم فيها وحاجه يعني حابه اتكلم فيها سريعا كده لفتت نظري، والحقيقه انه كان الله في عوننا مستر كارلوس كيروش. تعالوا نروح شويه نتكلم عن منتخب مصر، نتكلم عن مستر كارلوس كيروش والجهاز الفني لمنتخب مصر، بصراحه بيواجهوا مهمه صعبه جدا في ظل تراجع عدد كبير من لاعبي المنتخب مصر الاساسيين، خصوصا طبعا بنتكلم عن القطبين الاهلي والزمالك، وهو طبعا عندنا ماتش صعب جدا خلاص امام السنغال في تصفيات المونديال، فحقيقي ربنا يكون في عون المنتخب، ربنا يكون في عون مستر كارلوس كيروش، وان شاء الله ربنا يوفق المنتخب اللي هيدخل مرحله جديده حاسمه في تاريخه، وان شاء الله نقدر ان احنا نحقق حلم التاهل، واكيد الفتره الجايه ديت قبل المباراه الفاصله امام السنغال اكيد هيكون لينا تفاصيل كتير جدا عن مباراه مصر والسنغال في الفتره الجايه، وهتكون مباراه صعبه جدا جدا طبعا. يا انجي، وهيبقى امر صعب جدا، لعيبه تالقت في كاس افريقيا شفناها بتتالق وبتعمل مجهود كبير جدا وبتعمل مستوى عالي جدا، لكن بعد ما رجعوا من افريقيا مش عارف بصراحه مستوى اللعيبه كله تغير، كلهم بقوا ظهروا بشكل مغاير جدا مع غير اللي شفناه خالص في مستواهم في الكان، لكن ان شاء الله بنامل ان يكون المعسكر اللي جاي المنتخب مصر يكون اقوى، يكون اللعيبه استعادوا شويه من المستوى اللي شفناهم عليه في افريقيا. كلام كتير طبعا ان شاء الله هيكون عن منتخب مصر والسنغال وعن نادي الزمالك كمان في فقراتنا في اقرا الخبر. عايز اقول كمان ان معانا في سهم وقوس النهارده كلام اكتر عن نادي الزمالك في الفتره اللي جايه، هيكون معانا الناقد الرياضي الاستاذ محمد عبد العظيم، وهنشوف معاه بقى كده الفتره اللي جايه شكلها ممكن يبقى عامل ازاي، وهو شايف ازاي فريق كره القدم بنادي الزمالك. دلوقتي بقى خلونا نستعرض معاكم كل الجديد على الساحة الرياضية في فقرة اقرأ الخبر. في الخبر البدايه كالعاده مع نهارك زملكاوي، اكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك انه لم تصدر اي عقوبات اخرى بخلاف طبعا اللي اعلن عنها بعد مباراه الوداد المغربي في الجوله الرابعه لمباريات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وده بشان اللاعبين. طبعا المستشار مرتضى منصور نفى ما تردد عن ايقاف محمود علاء مدافع الفريق لنهايه الموسم، كما تردد طبعا في بعض الوسائل الإعلامية، وكان المستشار مرتضى منصور أعلن عن عدم التجديد لكل من أشرف بن شرقي ومحمد أنجم، طارق حامد، محمد أبو جبل، وعمر السعيد لاعبي الفريق، واللي هتنتهي عقودهم بنهاية هذا الموسم. وقرر كمان رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور عرض سيف الدين الجزيري للبيع وتوقيع غرامة مالية على محمود علاء 200,000 جنيه لإساءة للجماهير، وإيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية هذا الموسم، والاعتماد على بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري. لسه مكملين في اخبار الزمالك، وتواجد الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك في مجمع ملاعب الناشئين بالقلعه البيضاء من اجل مشاهده مباراه فريق شباب الابيض مواليد 2001 امام طلائع الجيش، واللي اقيمت امبارح يوم السبت بالجوله ال 23 لبطوله الجمهوريه. حضر المباراة كابتن أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز الفني للزمالك، وروي أجواش وكابتن أحمد عبد المقصود المدربين طبعا المساعدين، وأندري فيليب سوزا مدرب الأحمال، وكمان كابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى طبعا، بالإضافة إلى محمد عبد الرحيم ميشو إداري الفريق. بيسعى الجهاز الفني الأبيض إلى الوقوف على المستوى اللاعبين شباب بالنادي تمهيدا للاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة.
قام أسامة نبيه المدرب العام للفريق بتجهيز تقرير مفصل عن فريق شباب النادي مواليد 2001، وده بعد مشاهدتهم امبارح بناء على تعليمات من فريرا المدير الفني. ومن المقرر أن يحتوي التقرير على كافة التفاصيل الفنية والبدنية الخاصة بهؤلاء اللاعبين، وفقا بقى لرؤيتهم في مباراة الأمس، كمان متابعتهم منذ وقت سابق وقت ما كان المدير الفني للفريق كارتيرون. ووفقا للتقرير المقدم ده هيحدد فريرا العناصر اللي هتنضم للفريق الأول في الفترة اللي جاية، بجانب كمان العناصر اللي كانت متواجدة من البداية. لسه مكملين في موضوع ناشئين، لكن المرة دي مع فريق 2003 اللي أشار إليه سيادة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي في قراراته بعد لقاء الوداد الأخير، وقال إنه هيتم الاعتماد عليهم خلال مباريات الدوري. الفرنسي أو عفوا البرتغالي فريرا المدير الفني كلف أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربان المساعدان بالتواصل مع كابتن حسين ياسر المحمدي المدير الفني لفريق 2003، وذلك بشأن تجميع كافة التفاصيل الخاصة بلاعبي 2003. بيسعى كمان فريرا لجمع كافة التفاصيل الخاصة بلاعبي 2003 ومشوارهم خلال البطولة طبعا من خلال عدد المشاركات لكل لاعب البطولة الخاصة بيهم، كذلك مستواهم الفني والبدني وكافة الأرقام والإحصاء الخاصة بكل لاعب، طبعا ده كله تمهيدا للاستعانة بالبعض منهم مع الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة. طبعا كان من المقرر أن يشاهد الجهاز الفني للفريق الأول فريق 2003 على أرض الواقع زي ما حدث طبعا مع فريق 2001، لكن بسبب عدم خوض 2003 أي مباريات على أرض النادي خلال طبعا الوقت ده فعطل ذلك طبعا الجهاز الفني، طبعا في ظل خوض الفريق لقاء القادم ببطولة الجمهورية أمام غزل المحلة بمدينة المحلة. استأنف الفريق الأول لكرة القدم النهاردة الحد تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وده استعدادا لمواجهة أتلتيكو بترو أتلتيكو الأنجولي يوم السبت اللي جاي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. كان الفريق قد حصل على راحة من التدريبات امبارح السبت بعد الانتهاء من مواجهة الوداد المغربي، وده بقرار من البرتغالي جوزفالدو فريرا المدير الفني للفريق. نروح للجهاز الطبي للفريق بقياده الدكتور محمد اسامه اللي قرر خضوع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع العاب وقائد الفريق لاختبار طبي على هامش المران النهارده يوم الاحد استعدادا لمواجهه بترو اتلتيكو. من المقرر ان يحسم الاختبار الطبي موقف اللاعب من المشاركه في التدريبات خاصه في ظل تحسن حالته من الاصابه اللي بيعاني منها، وطبعا هي عباره عن اجهاد في عضله السمانه اللي بيخضع بسببها لبرنامج تاهيلي وعلاجي خلال الفتره الحاليه واللي غاب على اثرها عن المواجهات الأخيرة. نروح لآخر أخبار نادينا. يعقد البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق جلسة النهاردة الحد مع جهازه المعاون، وده من أجل الترتيب لبعض الأمور الفنية للفريق بجانب طبعا الأمور الأخرى الخاصة بالفريق. ومن المقرر أن يقوم البرتغالي خلال هذا الاجتماع بتكليف معاونيه ببعض المهام الخاصة بالاستعداد للمباريات المقبلة، كذلك الاتفاق على خطة التدريبات بجانب طبعا أمور أخرى زي برامج بدنية وبعض الأمور الفنية سيتم وضعها لتجهيز اللاعبين، كمان الأمور التنسيقية الخاصة بتقسيم دور كل فرد داخل الجهاز الفني. دي كانت أبرز أخبار فريقنا. دلوقتي تعالوا نروح لفقرتنا العالمية ونهارك على تعالوا نروح لأول أخبارنا العالمية والعظمة اللي حصلت امبارح مع فخر العرب بنجمنا العالمي محمد صلاح اللي واصل تدوين اسمه في تاريخ ليفربول بمساهمته في فوز فريقه على مضيفه برايتون بنتيجة 2-0 مساء أمس يوم السبت ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز. طبعا صلاح سجل هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 61 عشان يساهم في فوز الريدز اللي ارتفع رصيده ل 66 نقطة بفارق 3 نقاط فقط خلف المتصدر المان سيتي. الهدف اللي سجله صلاح امبارح رقم 20 في الدوري الموسم ده عشان يبتعد بفارق 8 أهداف كاملة عن أقرب مطارديه في سلم ترتيب الهدافين، هم طبعا البرتغالي رونالدو اللي هيكون لينا أكيد كلام عليه في الخبر اللي بعد ده، والسنغالي ساديو ماني والبرتغالي جوتا، وكل واحد فيهم سجل 12 هدف. وفقا كمان لما ذكرته شبكة إحصائيات أوبتا،
أسهم صلاح بعد لقاء امبارح في 158 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل 115 هدف، صنع 43 هدف، وأضافت كمان الإحصائيات أنه لا يتفوق طبعا في هذه الناحية على صلاح في تاريخ ليفربول سوى قائد الريدز الأسطوري ستيفن جيرارد اللي أسهم في تسجيل 212 هدف في البريمير ليج، سجل 120 هدف وصنع 92 هدف. أكدت كمان أوبتا أن صلاح تمكن من معادلة رقم أسطورة الفريق ومهاجمه السابق روبي فاولر. وكمان حابة أقول لكم أن محمد صلاح سجل الجول إلا 20 ليه في الدوري الإنجليزي الموسم الرابع طبعا على التوالي، عشان يدخل قائمة تضم 6 لاعبين فقط سجلوا في 4 مواسم في الدوري، بتصدرها كمان أو بتصدرها آلان شيرر ب 7 مواسم. طبعا الجول اللي سجله صلاح كان رقم 2000 لليفربول في تاريخ مشاركاته في البريمير ليج، وهو تاني نادي بيوصل للرقم ده طبعا بعد مانشستر يونايتد اللي سجل 2173 جول. كل التوفيق لمحمد صلاح، كل التوفيق لفقر العرب في القادم، وان شاء الله لقب الحذاء الذهبي في الدوري الانجليزي يكون من نصيب صلاح، ويكون كمان بوابه لحصول صلاح على جائزه البالون دور في 2022. نروح بقى لواحد من ملوك الكورة، صاحب كل الأرقام القياسية الممكنة والغير ممكنة بصراحة كده، اللي بيعمله الدون كريستيانو رونالدو على مدار 20 سنة كورة حاجة غريبة جدا ومن الخيال. الراجل ده حطم كل الأرقام وحقق كل الإنجازات جماعية أو فردية. امبارح رونالدو في سن 37 بيقود المان يونايتد بمفرده للفوز كبير جدا على فريق صاحي وفايق جدا جدا في النسخة دي، فريق توتنهام، في ملعب أولد ترافولد، معقل طبعا الشياطين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين. مين اللي سجل الثلاث أهداف؟ كريستيانو رونالدو. حطم طبعا رقم جديد في مسيرته التهديفية المميزة بعد ما رفع رصيده التهديفي إلى 807 هدف. شبكة أوبتا الإحصائيات قالت إن ثلاثية رونالدو اليوم في عمر 37 عام و35 يوم هي رقم 49 في مسيرته مع الأندية، ليأتي طبعا في المركز الثاني خلف أكبر لاعبي البريمير ليج تسجيلا للهاتريك عبر التاريخ. تخيلوا بقى مسجل 49 هاتريك، في لعيبة لعبوا في أوروبا وقعدوا سنين بيلعبوا ما سجلوش اصلا 49 هدف. رونالدو قال امبارح طبعا عبر حسابه الشخصي فيسبوك، قال سعيد للغايه باول ثلاثيه منذ عودتي الى اولد ترافولد، مفيش حاجه بتفوق الشعور ده بالعوده للملعب ده، وان انا اساعد الفريق في تحقيق الاهداف وعندي الجهد لا يتوقف. اثبتنا مره ثانيه اننا ممكن أن نتغلب على أي فريق في أي يوم طالما أننا بنعمل بجد وبنقف مع بعض على قلب رجل واحد ولا توجد حدود لأي إنسان. ده كان كلام كريستيانو رونالدو بعد هاتريك مهم جدا، بعد فوقان كده تحس أن هو صمصم قدم صاية وفطر على هاتريك زي ما قالت إيجي قبل الهوا، صمصم وفطر على هاتريك. ده أحلى تعبير بصراحة اتقال على لعيب مجتهد طبعًا وقوي وأسطوري كريستيانو رونالدو. لسه مكملين في البريمير ليج واخباره، وكمان افاد تقرير صحفي انجليزي امبارح يوم السبت بان برشلونه مهتم بالحصول على خدمات الانجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في الصيف المقبل. طبعا برشلونه الاسباني بيسعى لتعزيز هجومه بالتعاقد مع راس حربه جديد في الصيف اللي جاي، ورغم ان الاولويه للنرويجي ايرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، الا ان البارسا بيحاول ايجاد خيارات بديله ليه طبعا في حاله تعثر صفقه انضمام هالاند. طبعا برشلونه بيضع في حساباته امكانيه فشل صفقه هالاند زي ما قلنا لاي اسباب ممكن تحصل، سواء كانت اسباب ماديه او فيما يتعلق برغبة اللاعب في الانضمام للفريق، عشان كده بدأ في البحث عن بديل. بحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن برشلونة وضع راشفورد على طاولة تعاقداته كبديل محتمل حال فشل صفقة هالاند، وأكدت كمان الصحيفة طبعا الكتالونية إن راشفورد نفسه بيدرس الرحيل عن مانشستر يونايتد
املا في المشاركه اساسيا طبعا بعدما تم تهميش وطوال الفتره الماضيه. كمان اشارت الصحيفه الى ان القيمه السوقيه للمهاجم الدولي الانجليزي تقدر ب 80 مليون يورو، علما بان عقده هينتهي في اولد ترافورد بنهايه الموسم المقبل. طبعا بيعتبر سعر اللاعب بالإضافة إلى راتبه من أبرز المعوقات اللي ممكن تقف أمام برشلونة طبعا نحو إتمام الصفقة. أعتقد أن البارسا كمان لو فتش الموسم ده ضمن الأربعة الكبار وضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا النسخة اللي جايه ممكن يعمل ميركاتو قوي. افتكر كمان ان ده هيحصل لانهم ماشيين بشكل كويس جدا مع تشافي طبعا في اخر كام مباراه. نروح بقى الاخبار. واحد من اهم محترفينا في اوروبا لاعب شتوتغارت الالماني عمر مرموش، امبارح في منافسات البوندسليغا اتعادل شتوتغارت مع مضيفه يونيون برلين في الدقائق الاخيره، وده في المباراه اللي جمعتهم ضمن منافسات الاسبوع ال 26 للدوري الالماني. وشهدت المباراه مشاركه عمر مرموش جناح شتوتغارت من بدايه اللقاء حتى صافره النهايه. تقدم تايو أوني لصالح برلين بهدف في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 90 اقتنص ساكالازيتش هدف التعادل للضيوف. التعادل ده أكيد لم يكلف أم لم يكفي شتوتغارت للخروج من منطقة الهبوط، لأن ترتيبه طبعا في مركز صعب جدا في المركز ال 16 ب 23 نقطة. مرموش طبعا ظهر بشكل جيد في المباراة وقدم مردود إيجابي مع فريقه. على العموم احنا كل اللي يهمنا ان عمر مرموش وكل نجومنا المحترفين يكونوا جاهزين بدنيا وفنيا قبل موقعة السنغال المصيرية في الدور الفاصل في المباراتين الفاصلتين في تصفيات المونديال. دلوقتي قبل ما نروح نستكمل معاكم بقية فقرات النهاردة ونهاركم الأبيض، خلونا الأول نروح نظبط ساعتنا مع بعض نتعرف على مواعيد أبرز ماتشات النهاردة. اهلا بكم من جديد وفقره نبض 100 عقبه. تعادل فريق كره القدم او تعادل فريق كره القدم بنادي الزمالك مواليد 2001 مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما، وده في اللقاء اللي جمع الفريقين امبارح يوم السبت على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعه البيضاء في الجوله الثالثه والعشرين في بطوله الجمهوريه. احرز اهداف الزمالك يوسف اسامه نبيه، وتابع الجهاز الفني للفريق الاول بالنادي مباراه امبارح من داخل ملعب اللقاء طبعا، حيث تواجد كابتن اسامه نبيه المدرب العام روي اجواش، وكمان كابتن احمد عبد المقصود المدربان المساعدان، واندري فيليب سوزا مدرب الاحمال، وكمان كابتن ايمن طاهر مدرب حراس المرمى، بالاضافه الى كابتن محمد عبد الرحيم ميشو اداري الفريق. طبعا ده من اجل الوقوف على مستوى اللاعبين تمهيدا للاستعانه بابرز العناصر خلال الفتره المقبله. وبيقود الجهاز الفني لفريق
الزمالك 2001، كابتن محمد ثابت كمدير فني، كابتن منتصر الجدي كمدرب عام، وكابتن احمد زكريا كمدرب، وكابتن محمد عبد الجواد كمدرب لحراس المرمى، وكابتن حمدي يوسف كاداري. فاز فريق البراعم لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2013 بقيادة مديره الفني كابتن محمود ياسين على نظيره البطل الأولمبي بخمس أهداف نظيفة، وده في المباراة اللي جمعتهم امبارح السبت على ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء ضمن منافسات الجولة 16 لبطولة دوري الجيزة. أحرز أهداف الزمالك كل من أحمد بليغ هدفين، ومازن الديب وأحمد عصام وياسين المحمدي لكل منهم هدف. فاز فريق ناشئات الكرة الطايرة بنادي الزمالك تحت 16 عام على نظيره دلفي بنتيجة 3-0، وده اللي في اللقاء اللي جمع بين الفريقين امبارح يوم السبت في الملاعب المفتوحة بالنادي بآخر مباريات دور ال 32 لبطولة الجمهورية. تأهل الفريق بفوزه امبارح لخوض مباريات دور 16 من البطولة محتلا صدارة مجموعته لفوزه المتتالي دون أي خسارة. من المقرر أن تواجه ناشئات الطايرة دلفي مرة تانية في الجولة الأولى من دور 16 يوم الأربع الجاي في تمام الرابعة عصرا بملعب الأخير بالأسكندرية، وبيقود الفريق كابتن محمود إبراهيم كمدير فني. طبعا دي كانت أبرز أخبارنا طبعا في نبض ميتعوب. دلوقتي يلا بينا نروح على مدرجكم الافتراضي وفقرة الشارع الأبيض. أهلا بكم في الشارع الأبيض. تعالوا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن العوامل اللي ادت لتوديع الزمالك لدوري ابطال افريقيا مبكرا. تعالوا كده ناخد بقى اراء جمهورنا على السوشيال ميديا، ونبدا من عند مين يا انجي؟ البدايه من عند يوسف حسن بيقول صباح الفل عليك يا احمد، صباح الفل عليك يا انجي. العوامل اللي ادت لخروج الزمالك مبكرا من افريقيا: عدم الاحساس بالمسؤوليه من اللعيبه الموجوده، وعدم التركيز في المباريات، وضياع نقاط سهله اول مبارتين، وعدم اللعب بروح واصرار للفوز واسعاد الملايين اللي وراهم، لكن ده ما كانش موجود ويجب وجوده في القادم. دايما متالقين على الشاشه، وبصراحه انتوا اللي بتجيبوا الخلاصه. شكرا يا يوسف. يعني بنحاول ان احنا ننقل نبض الشارع الزملكاوي على قد ما نقدر. محمد انور بيقول صباح الخير عليك يا احمد، صباح الياسمين عليك يا انجي. العوامل اللي ادت لوداعي البطوله: مفيش عند اللاعبين احساس بالمسؤوليه، عدم التركيز في الملعب، وضياع نقاط سهله في دور المجموعات. بالتوفيق لنادي الزمالك. شكرا يا محمد، رايك مهم. كمان معانا محمد زيدان بيقول صباح الخير يا انجي، صباح الخير يا ابو حميد. من وجهه نظري ان اسباب خروجنا من البطوله غياب الثقه عند اللاعبين، خصوصا بعد التعثر في اول مبارتين ونزيف النقاط المستمر، ادى الى الوضع السيء اللي وصل للفريق. لكن قدر الله وما شاء فعل، واحنا وراك يا زمالك مهما كانت الظروف. زملكاوي وافتخر. عندنا مين تاني؟ عندنا سهيله محمد بتقول صباح الخير يا احمد، صباح الخير يا انجي، نهاركم ابيض بخطين حمر. العوامل اللي ادت لتوديع الزمالك دوري الابطال افريقيا مبكرا هي استهتار اللعيبه، عدم الثقه في نفسهم، غياب الروح، عدم التركيز، عدم استغلال الفرص. احنا كنا نستاهل اننا نفرح، لكن انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. خير الكلام اللي انت قلتيه والله يا سهيله، وبالتوفيق لنادينا الحبيب، وهنفضل في ظهر نادي الزمالك فقط لا غير، وان شاء الله القادم افضل. نشكركم جدا طبعا على كل ارائكم اللي بتبعتوها لنا وبتتفاعلوا معانا فيها على صفحات قناه الزمالك. دلوقتي بقى خلونا نطلع لفاصل قصير، هترجع لكم بعديه انجي في فقره سهم وكوس اللي منورنا فيها الناقد الرياضي المميز الاستاذ محمد عبد العظيم. سهم وكوس بعد الفاصل، استنونا.
اهلا بيكم من جديد في فقره سهم قوس، وتحت شعار بيدي لا بيد عمر ودع الزمالك باسمه الكبير وتاريخه العريق منافسات دوري ابطال افريقيا مبكرا جدا بعدما فقد 10 نقاط من اصل 12 نقطه في سابقه تاريخيه سلبيه. كاننا اتعلمنا في نادي الزمالك انه دايما الضربه اللي عمرها ما هتموتنا دايما بتقوينا اكتر، ولعل وعسى انه صدمه الخروج الافريقي دي تفوقنا اكتر، تفوق الجميع من الغيبوبه اللي كنا ربما هنفوق منها في توقيت اصعب ووضع حرج اكتر. للكلام اكتر عن الموضوع ده ومحاوله الاجابه على بعض الاسئله المهمه فيما يتعلق بمستقبل الفريق، فيما تبقى طبعا من تحديات الموسم ده، بيسعدنا ومنورنا النهارده في سهم قوس في برنامجنا طبعا الناقد الرياضي الاستاذ محمد عبد العظيم. استاذ محمد منورني. منورك يا انجي، وانا مبسوط ان انا معاك، وصباح الفل على كل اللي صباح الفل عليك. طيب خليني اسالك في البدايه كده، وبصرف النظر طبعا عن الماتش الاخير وبصرف النظر كمان عن ماتش امبارح، شايف انه هل الزمالك كان يستحق في الموسم ده ان هو يتاهل او ان هو يحصل على احد طبعا بطاقتي التاهل لدوري ابطال افريقيا، ولا شايف انه الامور ما كانتش تستحق ده؟ احنا بنتكلم على نادي الزمالك، فاحنا لما بنتكلم على نادي الزمالك فاحنا بنقول ان الزمالك دايما الهدف بالنسبه له كل موسم ان احنا قاريا ان احنا ناخد دوري ابطال افريقيا، البطوله الغايبه عن الزمالك اكتر من 20 سنه، محليا يكون الهدف دايما لينا ان احنا ننافس على الدوري وناخد الدوري زي الموسم الماضي. فنقطه ان الزمالك هل الزمالك كان يستحق او ما يستحقش، الفكره كلها ليه الزمالك ما تاهلش من دور المجموعات. خليني اصحح برضه المفهوم اللي وصل لك، مش بقصد ان الزمالك نفسه يستحق او لا يستحق، الظروف والوضع اللي كان فيه اللعيبه والفريق مؤخرا، هل كان ممكن ان احنا فعلا نتاهل، ولا هو ده كانت النتيجه المنطقيه للوضع اللي احنا كنا فيه؟ هي اي نعم الظروف المحيطه بالنادي ومفيش استقرار سواء فني او اداري خلال الشهور الماضيه، وازمه ان النادي كان ممنوع من القيد، وازمه في نقص واضح في قائمه الفريق، لكن برضو خلينا نقول ان حتى منافسين الزمالك في دور المجموعات الموسم الحالي ما مش من المنافسين اللي يخلوا الزمالك ان هو يكون معرض للخروج او معرض ان هو ما ينجحش ان هو يتاهل. احنا بنتكلم على ان الزمالك عنده الكم البشري من اللاعبين حتى مع النواقص الموجوده في القائمه، لكن اللاعبين قادرين على قياده النادي انه يتاهل او يوصل لابعد نقطه في دوري ابطال افريقيا. احنا معانا ساجرادا وبترو اتلتيكو من انجولا، مش بنتكلم مثلا ان احنا معانا الوداد، معانا الترجي، معانا وفاق ستيف او حتى شباب بلوزداد في مجموعه واحده، فممكن نقول ان الظروف تكون صعبه شويه، لكن الوضع الحالي اللي احنا بنتكلم فيه هو طبعا خروج مهين بالنسبه للزمالك، ان الزمالك للموسم الثاني على التوالي يفشل ان هو يتاهل من دور المجموعات. الزمالك دايما هدفه ان هو يكون منافس على قوي على البطوله، لكن زي ما انت ما قلت برضو ان ممكن تكون مؤشر ايجابي للنادي ومؤشر ايجابي للفريق ان احنا نبدا نخطط ونعد للموسم اللي جاي بشكل افضل، يعني يبقى في وقت كبير بالنسبه للاداره ان هي تبدا تخطط هنعمل ايه الموسم المقبل، مع ان شاء الله ان القيد يتفتح للنادي ويكون في قدره ان احنا نستقطب لاعبين جداد في فتره الانتقالات الصيفيه، فان شاء الله الامور تكون احسن الموسم المقبل مع وجود جهاز فني كبير. يعني بوجود جهاز فني جديد وبدفعه قدوم فريرا مره ثانيه للزمالك، ليه ما حسيتش في المباراه الاخيره، ليه الزمالك يعني مش بنتكلم بقى على المستوى الفني، بنتكلم على مستوى الروح، ليه ما شفناش الروح العاليه المطلوب وجودها في مباراه مصيريه زي ديت؟ يعني مباراتنا الاخيره مع الوداد مباراه مصيريه، ليه ما شفناش الروح المطلوب وجودها في مباراه زي ديت؟ احنا ده المشكله او بالنسبه لنا كان استغراب كبير، خصوصا ان الزمالك الشوط الاول كان كويس، الزمالك ما كانش وحش، الزمالك الشوط الاول كان بيضغط كويس، بيحاول انه يخلق فرص اكتر من الاول، لكن الشوط الثاني الوضع تغير. يمكن برضو الصدمه بهدف الوداد ان هو كمان جه مع بدايه الشوط الثاني، فكان الموضوع برضو زود الضغوط على اللاعبين ومع غضب الجماهير في الملعب، لكن خلينا نقدر نقول برضو ان يعني نقدر الوضع الحالي بالنسبه للزمالك بعد ان احنا نطلع من اول 3 ماتشات بنقطتين، فالموضوع ده كله زود الضغوط على اللاعبين، ما كانوش قادرين ان هم يتعاملوا بشكل كويس مع الضغوط. وجود فريرا ما يعني على قد ما هو طبعا وجود جهاز فني جديد بيدي دفعه للعيبه وكل لاعب بيحاول يثبت نفسه، لكن ما تدخله ما كانش هيبقى ليه اي تاثير كبير بشكل او بشكل مؤثر على الفريق في الفتره اللي هو مسك فيها. انت بتتكلم على 3 أيام بس قبل المباراه، فهي ظروف المباراه كمان ما خدمتش الزمالك، يعني ما كانش في تركيز من اللاعبين في الشوط الاول في انهاء الفرص اللي سنحت للفريق، وفي نفس الوقت توقيت الهدف بتاع الوداد من ضربه جزاء مع بدايه الشوط الثاني برضو اربك حسابات الزمالك تماما في المباراه.
طب خلينا نتكلم عن بيترو اتلتيكو، يعني هل انت توقعت ترشح بيترو اتلتيكو من البدايه؟ يعني بيترو اتلتيكو كنا لسه بنتكلم في بدايه الحلقه انه مسك في الفرصه بايده وبايده واسنانه، يعني زي ما بيتقال، وما فرطش في الفرصه اللي جات له او ما عملش زي ما احنا عملنا. فكنت متوقع من البدايه اصلا ترشح بيترو اتلتيكو من المجموعه دي؟ لا بصراحه، وزاد ثقه ان هم مش هيتاهلوا، او ان انا واثق ان الزمالك هيحصد تذكره او بطاقه التاهل بعد المباراه الاولى مع الزمالك هنا اللي انتهت بنتيجه 2-2. لكن شفنا ان الزمالك الشوط الثاني اضاع اكتر من هدف، الزمالك كان مكتسح بيترو اتلتيكو، كان في مشاكل واضحه في دفاع بيترو، فانا توقعت ان ممكن حتى يبقى فيه هزيمه من ساجرادا، خصوصا ان ساجرادا هو بطل الدوري الانجولي الموسم الماضي. يعني انا توقعت ان اللي ممكن ينافس الوداد والزمالك على بطاقه التاهل ساجرادا، مش بيترو اتلتيكو. لكن بيترو كان مفاجئ، وهو كمان بيترو يعني نجح ان هو يفوز على الوداد في ملعبه، واستغل نقطه ان هو بيلعب ساجرادا في انجولا المباراتين. يعني طب خليني اقول لك، كان في تصريح كده الكابتن اسامه نبيه قال انه الزمالك خرج من دوري ابطال افريقيا من ايام باتريس كارتيرون، مش اليومين دول، انه ده حصل من ايام باتريس كارتيرون، من وقت ما ضيعنا 7 نقاط كامله في وقت ما كان باتريس كارتيرون هو اللي ماسك الزمالك. رايك ايه في التصريح ده؟ هو طبعا هو كابتن اسامه يمكن برضو القصد بالنسبه له ان احنا ما ينفعش في اول 3 مباريات يبقى نضيع 7 نقاط، يعني من اول 3 مباريات نخرج بنقطتين، منهم مباراتين كان ممكن يبقى معانا منهم 6 نقط، مباراه بيترو اتلتيكو هنا ومباراه ساجرادا في انجولا. الزمالك كان بشكل افضل شويه من ساجرادا، منافس في المتناول، كان ممكن نخرج بمكسب، لكن ما كانش في تركيز في انهاء الفرص في المباراتين، سواء مباراه بيترو او مباراه ساجرادا. حتى مباراه الوداد بعد ما بداناها بشكل كويس وتقدمنا عن طريق احمد سيد زيزو، مش عارف ومش متصور ليه التراجع اللي الزمالك كان فيه في المباراه لحد الدقيقه 90. فالزمالك الزمالك نتائجه في مباراه الذهاب او مباراه الدور الاول من دور المجموعات هي السبب في خروجه من دوري ابطال افريقيا، وانا متفق تماما مع كابتن اسامه نبيه. طب خليني اسالك، يعني فكره برضو ايه اللي كان مخلي ما فيش الروح دي عند اللعيبه؟ يعني فكره عدم وجود الروح عند اللعيبه بالشكل ده، اللعيبه ما فيش حماس، ما فيش روح موجوده عندهم، تحسهم مش نازلين، دول مش شكل لعيبه نازله عشان تكسب. ايه اللي ممكن يكون شاغل بال اللعيبه بالشكل الكبير، او ايه اللي ممكن يكون موصلهم للحاله النفسيه ديت؟ هي لو حتى لو هنقول ان هم مثلا مش بياخدوا مستحقات، او ان سبب ان راجع للمستحقات، لكن برضو يعني ايا كان اللاعب في يوم من الايام هياخد التزاماته او بالظبط. خلينا نقول كمان انه في دلوقتي الفتره ديت مجلس اداره بيسعى ان هو يجدد للعيبه، ويمكن في لعيبه كمان بتماطل في ان هي تجدد، والامور عند اللعيبه هي يعني اللعيبه يمكن شويه هي اللي ايه في مماطله من عندهم. هل هو ده اللي مأثر شويه على الاداء، او هو ده اللي مأثر على اداء اللعيبه في الملعب؟ اكيد، خصوصا ان الجمهور مستني او كان عنده عشم كبير في بعض نجوم الفريق ان هم يجددوا، علشان بنقول دايما ان احنا بندور على استقرار الزمالك، بندور على الاستقرار في الفريق، علشان من غير الاستقرار انت مش هتقدر تنافس، مش هتقدر تكون بطل، مش هتقدر توصل لمراكز عاليه في بطوله افريقيا. فالاسباب دي كلها كانت سبب ان الزمالك او اللعيبه تظهر بشكل يعني سيء في البطوله او في دوري ابطال افريقيا، وغياب الروح بالنسبه لهم. فانا نتمنى ان الفتره اللي جايه خصوصا في الدوري الامور تبدا تتحسن شويه، لان لسه قدامنا فرصه كبيره في الفوز بالدوري. طب خلينا نقول انه بعد طبعا المباراه الاخيره مع الوداد المغربي طلع على طول سياده المستشار مرتضى منصور وطلع قرارات قويه وصارمه جدا، طبعا فكره عدم التجديد لكذا لاعب، منهم نتكلم عن طارق حامد، اشرف بن شرقي، عمر السعيد، ابو جبل، كمان بيع سيف الدين الجزيري، عرض سيف الدين الجزيري للبيع. انا شايف انه قرارات ديت قرارات قويه، لكنها كانت قرارات مطلوبه كرد فعل على تهاون اللعيبه في المباريات في الفتره الاخيره. بالظبط، احنا قلنا في بدايه كلامنا ان الخروج كان خروج مهين لاسم نادي الزمالك، ان هو الموسم الثاني على التوالي يخرج من دور المجموعات. ففكره ان ما يبقاش في روح من اللعيبه ان هي تقاتل وتعرف قيمه واسم نادي الزمالك في الملعب، وان هي على قد ما تقدر تحاول ان هي تخرج ب3 نقاط من كل مباراه بتشارك فيها، وده الهدف المطلوب بالنسبه لجمهور الزمالك. فانا شايف ان القرارات اللي صدرت كانت لازم اجلا او عاجلا كان لازم تصدر. في نقطه ثانيه،
احنا النهارده في شهر مارس، فخلاص احنا يعني في منتصف الموسم. فانت كاداره اهم هدف عندك دلوقتي تشوف الموسم اللي جاي مين اللاعب اللي هيكون مكمل معاك ومين اللاعب اللي هيمشي، علشان تبدا تجهز وتبدا تعد الخطه بتاعت الموسم اللي جاي. مزبوط. فنقطه ان اللاعب يبقى فيه مماطله ان هو لا انا الشهر الجاي هرد هقول لكم انا اجدد ولا لا، لا الشهر اللي بعده اجدد ولا لا، انا عايز حسم، علشان العقود كلها ممكن تبقى بتخلص في شهر 6، فما تجيش في شهر 6 تصدم ان اللاعب مشي ومش مكمل بالزبط. معايا بنفس القصه بتاعت فرجاني ساسي الموسم الماضي. فاحنا مش عاوزين نوصل للمرحله دي، فكل اللي حصل ده انا شايفه قرارات كانت سليمه للتخطيط او الاعداد للموسم الجديد. طيب شايف امكانيه عوده فرجاني ساسي مره ثانيه شايفها ازاي؟ فرجاني لاعب كبير طبعا، والمعلومات ان هو في كلام معاه وفي ترحيب من انت مع او ضد فكره رجوع، عشان في فريق يعني في فريق مقسوم انه مع عوده فرجاني ساسي وفي ناس ضد عودة فرجاني ساسي، مع انهي فريق؟ لو هناخدها من الناحية الفنية طبعا انا مع عودة فرجاني ساسي، يعني لاعب كبير ورحيله اثر، شفناه حتى لما راح يعني لما مشي من الزمالك شفنا ان اداؤه اتغير وما بقاش بنفس الاداء والتألق اللي كان موجود فيه مع الزمالك، فده برضو يخوف ناس شوية. لا هي المقولة ان دايما الزمالك بينجم اي حد، فانا مقتنع بان فرجاني ساسي ان الزمالك بالنسبة له دلوقتي او هو اللي محتاج للزمالك اكتر من الزمالك يكون محتاجه، لان فرجاني من بعد ما انضم للضحيل خسر مكانه في منتخب تونس، ما كانش موجود معاهم في كاس الامم افريقيا في تصفيات كاس العالم، احتماليه تونس توصل لكاس العالم ممكن ما يكونش موجود معاهم في الفتره المقبله، ففكره انه يرجع للزمالك هيستعيد بريقه وهيستعيد مش خايف ان هو يرجع بنفس المستوى اللي هو بيقدمه دلوقتي، ما يرجعش بالشكل القديم اللي احنا تعودنا عليه من فرجاني ساسي؟ ما اعتقدش، خصوصا ان العلاقه اللي بين فرجاني ساسي وجمهور الزمالك علاقه كويسه، وفي يعني في فتره ما كان موجود في الزمالك كان الجمهور بيحبه، فالاجواء المحيطه دايما بتفرق مع اللاعب، فاتمنى انه يكون موجود طبعا مع الفريق. طب خليني اسالك كمان عن فكره دلوقتي طبعا قرارات مجلس الاداره بالاستعانه ببعض العناصر من فرق الشباب 2003 2001، شايف القرار ده ازاي؟ قرار صحيح وقرار متاخر، احنا كان المفروض اصلا في كاس الرابطه نستفيد بوجود لاعبين الشباب بدل استخدام اللاعبين البدلاء واللاعبين اللي هم مش بيضيفوا جديد للفريق، كان المفروض باتريس كاتيرون في الوقت بتاع كاس الرابطه ان هو نشوف لعيبه شباب، يعني شفنا الانديه كلها اللي موجوده ادت الفرصه للعيبه الشباب، وبالتالي اللعيبه نفعتها في المباراه ما بعد كاس الرابطه. لازم يبقى في استعانه بفريق الشباب، علشان لما اللاعب ده عقده بيخلص بيروح لنادي تاني، فبنتصدم ان هو في النادي التاني كان شكله حلو، لا احنا عايزين نشوف اللاعب ده بعينينا، نشوف هل هيبقى ليه فرصه كويسه ان هو ينضم للفريق الاول ولا لا، حتى لو ليه ان هو هامش يتطور ممكن يخرج اعاره ويتطور في نادي تاني. فانا مع القرار ده ان احنا لازم القائمه بتاعت الفريق تدعم بشباب، علشان هيكون حتى عندهم الطموح الجديد، وزي ما بيقول كده جاعنين كوره وجاعنين نجاح، هيساعدوا الفريق، عايزين يثبتوا نفسهم بالظبط، فهيساعدوا الفريق في الدوري وفي كاس مصر البطولات اللي معانا. طب خليني كمان اسالك عن فكره لعيبه الموجودين حاليا اللي اكيد اللي حصل الفتره دي اثر عليهم اكيد نفسيا بشكل كبير جدا، فخليني اسالك برضو انت شايف انه ازاي الجهاز الفني مطلوب ان هو يتعامل نفسيا مع اللعيبه؟ احنا بنقول ان اللعيبه دلوقتي عليها جزء كبير جدا من تحمل المسؤوليه في ان هم اللي في ايديهم يغيروا الوضع الحالي دلوقتي، لكن برضو في نفس الوقت اللعيبه دي اكيد نفسيا اتاثرت بشكل كبير جدا، مطلوب ايه من الجهاز الفني في الفتره دي عشان يقدر يبنيهم نفسيا مره ثانيه؟ هو المفروض ان الجهاز الفني طبعا يبدا يفصل اللعيبه عن الضغوط اللي بيعاني منها، ويبدا يحاول ان هو يخلي اللعيبه عندها الطموح والحافز لمصالحه الجماهير. احنا بنتكلم ان دلوقتي مثلا الدوري المصري في الاسبوع ال 12 او 13، فلسه باقي تقريبا اكتر من تلت او اكتر من منتصف الدوري يعني، ففي مباريات كتير الزمالك لسه عنده فرصه ان هو ينافس على اللقب، فده الهدف الفتره اللي جايه، وزي ما بنقول ان المكسب بيجيب راحه وبيجيب هدوء شويه في النادي، فان شاء الله ان في الدوري الموضوع يتعدل شويه، على الاقل حتى اللعيبه تقدر تصالح الجمهور ولو بجزء بسيط من اللي حصل. طب عايز اسالك بقى عن فكره التحكيم، يعني التحكيم عامة في البطولة دي، يعني عدم وجود ده تطبيق الفار في بطولة زي البطولة ديت في دور المجموعات، لحد امتى الزمالك هيفضل يحاسب على الفواتير دي؟ لحد امتى الزمالك هيفضل يحاسب على الأخطاء التحكيمية اللي بتحصل؟ الاتحاد الافريقي يعني انا مش عارف هو ليه بيتكلموا ان احنا عايزين نعمل بطولة سوبر ليج وبطولة تجمع الفرق الكبيرة، هو في نفس الوقت مش مدي او مش ما فيش اهتمام خالص لدوري ابطال افريقيا اللي هي البطوله الاهم اللي عندك،
في نقطه ان انت لحد دلوقتي ما اجبرتش الدول ولا الانديه اللي مشاركه في البطوله ان هي يكون عندها ملاعب مجهزه لتقنيه الفيديو. احنا لو قلنا دلوقتي في 16 فريق في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، منهم بس الاهلي والزمالك والوداد والرجاء ووفاق سطيف وشباب بلزات، ست فرق هم بس اللي قادرين يستضيفوا في ماتشاتهم في ملاعبهم تقنيه فيديو. في 10 فرق ثانيه ما ينفعش ان هم يستضيفوا تقنيه فيديو لان الملاعب بتاعتهم مش مجهزه لاستضافه الفيديو ولا فيها غرف للفار، فدي كارثه. احنا بنتكلم على دول كبيره كمان، يعني جنوب افريقيا ودول متقدمه ونيجيريا، فالموضوع ده كله بالنسبه لافريقيا صعب. فاحنا برضو شايفين ان الزمالك اي نعم اتظلم او من خلينا نتكلم طيب بشكل مفصل اكتر عن المباراه الاخيره وموضوع عدم وجود الفار في المباراه الاخيره وضربه الجزاء اللي ناس كتير جدا شايفين ان هي صحيحه 100% وما اتحسبتش للزمالك. يعني كان في ضربه جزاء صحيحه للزمالك ما اتحسبتش، وكان لو كان وجود الفار كان حسبها لصالح الزمالك. فاحنا برضو مش هنروح لنقطه ان التحكيم كان هو السبب الرئيسي في خروج مش بنقول كده خالص، بس يعني زي ما التحكيم ادى برضه للوداد المغربي ضربه جزاء، فاحنا كنا بنتكلم ان احنا لينا حق برضه في ضربه الجزاء الثانيه اللي جت، لكن مش بنتكلم على ان هو دوت السبب في خساره المباراه. احنا طلعنا وقلنا ان الاداء بتاع الفريق ما كانش مش ده الزمالك ومش ده اللي متعودين عليه، الاداء كان سيء. فبرضه يعني انا حبيت اكد معاك على معلومه ان الموضوع لو كان في تقنيه فيديو كان طبعا حتى لو لا قدر الله خرجنا بتعادل كان لسه فرصه الزمالك تكون موجوده برضه في البطوله. طيب شايف ايه المطلوب في الفتره اللي جايه دلوقتي؟ ايه المطلوب عشان خلاص احنا دلوقتي يعني خلينا نقول ان الزمالك الموسم اللي فات برضه احنا حصل نفس السيناريو ده، ودعنا بطوله افريقيا مبكرا لكن في النهايه كنا ابطال الدوري. نتمنى ان ده يحصل الموسم ده كمان ونفس السيناريو يتكرر الموسم ده، احنا برضو ودعنا بطولة دوري ابطال افريقيا مبكرا لكن نتمنى ان احنا نفوز بالدوري الموسم ده. ازاي اللعيبة تقدر تفصل ما بين اللي حصل ده وما بين ان لسه في مشوار مهم في البطولات المحلية؟ ده دور بقى انا الجهاز الفني ان هو ازاي هيهيئ الاجواء للاعبين ان هم يكونوا بعاد شويه عن اللي بيحصل في السوشيال ميديا او في الجمهور في الملعب او كم الانتقادات اللي بيتعرضوا لها من او غضب الجمهور، ازاي يتعاملوا مع الامور ديت في الدوري. احنا عندنا توقف دولي جاي خلاص، يعني فهنلعب ماتش بيترو بعد كده في توقف دولي مدته 10 ايام او اسبوعين لحد ما نرجع نلعب ماتش ساجرادا اللي هو في اول ابريل، فقدامنا عشان نرجع نلعب في الدوري تاني حوالي 20 يوم او 25 يوم. ففكره ان انت بقى تدخل الدوري بطموح جديد ان انت خلاص هو ده هدفك الاهم وهدفك الواحد في الموسم كله ان انت تاخد الدوري زي الموسم الماضي. فهنا لازم يكون في او دور الجهاز الفني يكون قوي في الموضوع ده ان هو يتعامل نفسيا بشكل كويس مع اللاعبين. بالنسبه للقرارات والعقوبات اللي صدرت نعتبرها صفحه واتقفلت خلاص. انت كنادي وكمجلس اداره طلعت قراراتك، مش عاوزين بقى يكون في تفكير في اي شيء تاني ممكن يضر مستقبل الفريق او ممكن نحصل تراجع في القرارات او اي حاجه. احنا عايزين دي صفحه واتقفلت، نبدا بقى نركز ازاي نخطط لبقيه الموسم، ازاي نخطط للموسم المقبل. فالبدايه دايما هتكون من عند الجهاز الفني واللاعبين ان ازاي تصالح الجمهور وازاي تصالح مجلس الاداره وازاي ترجع ثقه الجمهور تاني في اللعيبه وثقه الجمهور تاني في كل المنظومه اللي موجوده في النادي. لان في الاول وفي الاخر جمهور الزمالك على قد ما هو بيزعل وفي كل حاجه لكن دايما موجود ورا الزمالك، ولما مثلا الزمالك مش هيكسب او لو الزمالك كسب ماتش او ماتشين او ثلاثه الجمهور عادي موجود ومش مش هيزعل ولا هيتضايق ولا لا. حتى طول ما العجله دايره في الزمالك وطول ما الامور ماشيه بشكل تمام الجمهور ورا الزمالك، لو حصل اي مشكله او حاجه الجمهور برضو ورا الزمالك. فان شاء الله كده الجمهور في ظهر الزمالك لحد اخر يوم في عمره. بس خليني برضو اقول لك على حاجه، ان الجمهور دايما بنقول ان الجمهور مش بيزعل من فكره المكسب والخساره على قد ما بيزعل من الاداء وعدم وجود الروح وعدم احساس الجمهور ان اللعيبه دي مقدره جمهورها ومقدره يعني الفانيله اللي هي لابساها، فده اللي بيزعل الجمهور اكتر الوقت. بالظبط، الجمهور عاوز يبقى في الملعب وقاعد بيتفرج على الماتش سواء في المدرج او في قدام التلفزيون ان هو عايز او شايف ان اللاعب اللي بيلعبه واللاعب اللي معاه الكوره بيحارب
وبيقاتل علشان تيشيرت الزمالك وعلشان اسم نادي الزمالك، لان احنا بنقول دايما ان الزمالك نادي كبير. ففكره ان المشجع توصله فكره ان اللاعب نفسه بقدر ما المشجع قاعد عنده حماس انه بيتفرج على الماتش، فاللاعب يكون عنده نفس الحماس في الملعب، فده كله بتخلق بيبقى فيها حاله حب ما بين اللاعب والمشجع والمشجع واللاعب. فده اللي المفروض يكون موجود من اللعيبه الفتره الجايه، ان احنا نرجع للروح تاني والرغبه في ان احنا عايزين نرفع او دايما يبقى اسم نادي الزمالك دايما عالي. ما ينفعش بنرجع ونقول ده ما ينفعش الزمالك كان يخسر من نادي كذا، ما ينفعش الزمالك يخسر من نادي كذا، لا الزمالك لازم يكسب الكل، والزمالك لازم يكون دايما منافس على كل البطولات. طب خليني اسالك، شايف مستر فريرا ايه الفارق اللي ممكن يصنعه مع اللعيبه الحاليه؟ هل اللعيبه اللي موجوده دلوقتي مستر فريرا يقدر ان هو يغير فيهم للافضل؟ اكيد طبعا، فريرا مدرب كبير جدا ومدرب سي في عظيم، يعني زي ما احنا بنقول عليه البروفيسور، فهو قادر ان هو يطور من اداء اللعيبه وقادر ان هو يطور من اداء او شكل الفريق في الملعب. هو محتاج وقت طبعا، لان هو يعني احنا ما كنا بنقول ان هو كان الوقت مزنوق شويه ان هو قبل ماتش الوداد، لكن ان هو ان شاء الله فتره التوقف في الدوري ان هو يتعرف اكتر على اللعيبه، يشوف ويقدر يقرب منهم اكتر في ويوصل لهم افكاره بشكل اسهل واسرع، فان شاء الله هو قادر ان هو يطور من شكل الزمالك وننهي الموسم. عايز اسالك كمان عن زيزو، يعني زيزو الفتره اللي فاتت او خليني اقول في المباراه اللي فاتت تحديدا، ناس كتير طبعا كانت بتنتقد في اللعيبه وكانوا ثايرين جدا بشكل كبير على اللعيبه، لكن يعني الناس كانت بتهتف لزيزو، شفت المفارقه دي ازاي؟ ما اللي احنا ده اللي كنا بنقول عليه من شويه، ان المشجع لما يوصل له ان اللاعب بيحاول وبيحارب وعنده حماس من عشان تيشيرت نادي الزمالك هيحصل على التقدير اللي هو يستحقه. فزيزو في الفتره الماضيه وفي مباراه الوداد جاء او خد التقدير اللي هو يستحقه من جمهور نادي الزمالك، على ان هو الراجل يعني مجرد حتى ما حصل هز في الفريق او تغير في مستوى اللاعبين، هو الوحيد اللي محافظ على مستواه، هو الوحيد اللي قادر ان هو يقود الزمالك وفي ان هو يكون منافس قوي في المباريات. بيبذل دايما، بتشوفه بيبذل اكتر من 200% من طاقته، يعني دايما بيأدي كل حاجه ممكن يأديها في الملعب الحقيقه زيزو. اه بالظبط، حتى لو سالت اي حد هو لو هنشيل فريرا حاجه في ماتش الوداد قال لي تغيير زيزو، ان هو ليه خرج زيزو. الناس متضايقين جدا من طب شفت ايه تفسير ده؟ شفت ازاي تفسير خروج زيزو يعني؟ انا ما عنديش سبب والله، يعني انا لحد دلوقتي مش شايف ليه اي سبب، الا لو هو بقى قناعه فنيه عند الراجل، ديت حاجه تحترم برضو، احنا في الاول وفي الاخر المدرب وده ليه قرار في الملعب. فلكن زيزو نفسه كان طول الماتش كان فورما، ما كانش فيه اي ان هو في شكوى من اصابه من كدمه من اي حاجه حتى جوه الملعب، يعني هو اللي كان السبب الوحيد لان الزمالك دايما كان بيخلق فرص وان الزمالك دايما موجود في الملعب. يمكن بقى كان فريرا كان عنده راي تاني ان هو ممكن يكون محتاج الاجنحه تكون انسايد اكتر في الملعب او موجود او داخل اكتر لقلب الملعب، زي بن شرقي ورزاق سيسي ما نزلوا، لكن برضو انا كنت شايف ان كان زيزو المفروض يكون موجود في الملعب. يعني خليني اسالك، انت كنت لسه بتقول انه ما اشتكاش من حاجه، ما قالش عندي اصابه، ما قالش اي حاجه، ده بيفكرني باللي حصل مع طارق حامد، يعني فكره ان رغم ان هو نزل لتدريبات قبلها وكان بيتدرب وكانت الامور ماشيه تمام، لكن جه قبل المباراه وقال انا مش قادر العب او انا بدنيا مش مجهز ان انا العب، شفت ده ازاي؟ هو اكيد الموضوع ده برضو مش بالتنسيق مع الجهاز الطبي ودكتور محمد اسامه، لان احنا برضو اكيد يعني الموضوع برضو ان هم في او الجهاز الطبي والجهاز الفني ممكن يكون عندهم خوف شويه ان لو طارق لعب يبقى في مجازفه اكتر، ان هو اصابته تتفاقم او حاجه، خصوصا ان اصابته ما كانتش سهله ورجع بعد غياب اكتر من شهرين، فدي ممكن تكون القرار برضو فيها للجهاز الطبي. يعني احنا برضو ما عندناش علم بالكواليس اكتر اللي حصلت، لكن طارق يعني هو حتى احنا شفناه في التدريب يعني شال الرباط اللي من على ركبته قبل التدريب او قبل المباراه بيوم او بيومين، فده برضو مش دلاله ان هو كان جاهز 100%، فممكن برضو الجهاز الفني كان خايف ان طارق ينزل يبقى في اي كدمه او احتكاك يحصل له، لان طبعا احنا عارفين ان طارق حامد دايما يعني لعبه دايما بيبقى فيه التحامات قويه، فان ممكن اي حاجه تحصل تتفاقم اصابته فنخسره لبقيه الموسم. فيعني اللي حصل ده ممكن يكون باتفاق يعني مع الجهاز الطبي ان في خوف اكتر على اللاعب. خليني اسالك عن الفتره اللي فاتت دي، شفت المستوى اللاعبين الدوليين كلهم تراجع، يعني خلينا نروح شويه بقى كده نتكلم عن منتخب مصر، والفتره اللي جايه دي عندنا مباراه طبعا فاصله، مباراتين السنغال، مصر والسنغال. شايف الفترة ديت تراجع مستوى اللعيبة الدولية، سواء في اللعيبة كلهم، مش بنتكلم بس عن لعيبة
الزمالك المشاركين طبعا مع منتخب مصر، فشايف ده ممكن يأثر قد ايه على منتخب مصر؟ يعني انا بقول والله ربنا يكون في عون كارلوس كيروش من بعد بسبب مستويات اللعيبه بعد كاس امم افريقيا. يعني انتوا شايفين حتى محمد عبد المنعم والونش كمدافعين مش في مستواهم، خصوصا ان هم المرشحين يكونوا اساسيين ضد السنغال بسبب ابو جبل والشناوي. ابو جبل والشناوي طبعا كنت لسه جاي لهم في الكلام. يعني اللي هو اصلا بعد كاس الامم كنا بنقول مين اللي هيقف ما بين ابو جبل والشناوي. كنا الناس كلها محتاره مش عارفين، يعني ما ينفعش ابو جبل الحقيقه بعد الاداء الهايل اللي اداه في بطوله افريقيا ما ينفعش يقعد تاني. بالظبط، كنا نقول هيبقى ده يعني ابو جبل مظلوم ولو قعد بديل او حاجه، فدلوقتي اتصدمنا باداء ابو جبل وباداء الشناوي. واللي زاد غطى بقى على كل ده اللي حصل طبعا، ومحمد صلاح والاصابه بيقولوا انها اصابه بسيطه وكل حاجه، بس برضو يعني في تخوف. وقعت قلوبنا برضو طبعا امبارح، يعني وخصوصا ان هو يعني خرج وكان الاول ما كانش واضح في ايه السبب، فقلنا ان هو يورجن كلوب بيريحه، وبعد كده لا لانه بيشتكي من اصابه. بالظبط، فطبعا ده يعني زودت الخوف شويه، خصوصا ان محمد صلاح مش من النوع اللي هو ما بيدلعش خالص. يعني في اصابه يبقى في اصابه، يبقى اصابه فعلا، مش قادر، يبقى مش قادر فعلا. فان شاء الله يكون موجود يعني مع المنتخب وتكون اصابه بسيطه يعني. طب بقيه الناس اللي مستواهم متغير دول، ايه اللي ممكن نلحق او ايه اللي ممكن ننقذه في الفتره اللي جايه؟ يعني نتكلم عن كذا لاعب زي ما انت قلت مستواهم متغير في الفتره اللي فاتت، وشايف السبب ده برضو بيرجع لايه؟ هل شايف النجوميه الزياده اللي خدوها والاضواء الكتير اللي خدوها بعد بطوله افريقيا وتسليط الاضواء عليهم بشكل كبير، شايف ان ده ممكن يكون اثر فيهم ولا لا؟ بالنسبه برضو ناس معينه يعني. اكيد طبعا الموضوع ده بيأثر، وممكن برضو ضغط المباريات مع الارهاق بيؤدي لان مفيش تركيز، لكن الموضوع النجوميه برضو بيبقى ليه تاثير كبير في الموضوع ده، خصوصا ان اللاعب المصري ساعات ما بيقدرش يتحكم في تطلعاته وطموحاته زي ما بنقول. فان شاء الله المعسكر هيبدا بدري شويه، فممكن الجهاز الفني يبدا بقى يعالج للمنتخب، يبدا يعالج الاخطاء ويعالج المشاكل اللي عند اللعيبه. برضو احنا يعني الاجواء برضو للمباراه هتكون مختلفه، الرغبه هتبقى كبيره، الطموح هيكون كبير في ان احنا نتاهل لكاس العالم مع ان الشعب المصري كله ورا المنتخب، فدي كلها ان شاء الله تكون دفعه معنويه للاعبين ان هم يتخطوا المستوى السيء اللي ظهر في الفتره الماضيه ويستعيدوا مستواهم في المباراه الاهم بالنسبه لمصر ضد السنغال ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للمنتخب في الفتره الجايه وفي المباراه طبعا القادمه امام السنغال، واكيد كلنا في ظهر المنتخب، وكل التوفيق كمان للزمالك في الفتره القادمه. بشكرك جدا الناقد الرياضي المميز الاستاذ محمد عبد العظيم، مبسوطه بوجودك معايا النهارده، شكرا ليك. عفوا، نجرب اخي. مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهارده، نشوفكم بكره في حلقه جديده، ودايما نهاركم ابيض بخطين حمر.